السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هيروز اوف لاغ. اليوم راح نسوي ريفيو للعبة ستار اوشن سكند ستوري ار. اوكي، جي ار بي جي. طبعا اللعبة جي ار بي جي قديم. أوكي. من أوكي. ايام بلاي ستيشن 1 اتوقع، كان 1997 1998، حتى ما اتذكر السنة. قبل 2000 يعني، اتوقع قبل 2000. ايوه. اوكي، خبرنا عن اللعبة. هي لعبة ستار اوشن، اذا لعبتوا فيرست ديبارتشر ار من اللي كان اول واحد اللي طالعه 2019 او اللي طالعه هذيك ما ريميك، هذيك بكر ريماستر، حطوها على السويتش وبي اس 4. هذه فول اون ريميك. اوكي، ال 3 دي ديزاين مغيرين، بس البيكسل مخلينهم، لكن هو فول اون ريميك في كل شيء، كواليتي اوف لايف، جرافيكس، وحتى الفريم ريت كله مغيرين، حتى الموسيقى بعد. حتى الموسيقى في ارينجمنتس تقدر تغير الكلاسيك والجديد. هذا جزء من الكواليتي اوف لايف، يعني مغيرين. حتى عندك اثنين فويس اكتنج، عندك الفويس اكتنج مال الجديد اللي هذا سكند ديبارتشر ار، ومال القديم اللي كان على البي اس بي، عشان كان في هذا ريميك مال بي اس بي اللي ما كان اول واحد. فهذا بيكون مال بلاي ستيشن ريميك ولا مال بي اس بي؟ هذا لا، هذا ريميك كومبليت ريميك. اوكي، ما في فرق، في فرق كبير بينهم هذا وهذا مال بي اس بي. اوكي، يعني هذا 3 دي، الانفايرمنت 3 دي. طبعا في بعض الناس يمكن ما بيعجبهم الديزاين، عشان أوكي. بعض منهم يعجبهم، تعرف ايام هذا فاينل فانتسي 7. أيوة. الديزاين مال الباك جراوند هذا. أيوة. اللي تحس انه بعيد وكل شيء. أيوة. حلو. هذا لا، هذا بال 3 دي. اوكي، معناته الانفايرمنت كل اللي حواليك كله 3 دي، بس الشخصيات قاعده على 2 دي. اوكي، عشان يعطوك هذاك الريترو فيلينج لما تلعب اللعبه. والصراحه ناجحين في هذا الموضوع. انا ما اعرف ايش جالسين يسوي سكوير اينكس في الديفلوبمنت تيم مالهم، لكن هذا صراحه روعه روعه. بس كل الالعاب مالهم روعه في هذا واجد هالايام جالس يجي، يعني ريميكس وريماستر العاب القديمه، عشان يعني هذا الشيء حلو اصلا. شيء حلو، شيء حلو، لكن انا لاحظ واجد يعني جالس يصير هذا الشيء، واتمنى يجيبوا العاب القويه. يعني انا اتمنى ان شوف هذا، انا تمنيت ان يجيبوا سكند ستوري ار، يعني عشان هذه من احسن العاب تراي اس. هذه وفيرست ديبارتشر. ستار اوشن 3 بعض الناس يعجبهم، بعض الناس ما يعجبهم، وصراحه كل حد الحين بعد ما شافوا هذه اللعبه يقولوا يا ريت تسوي ريميك ماكزينو جيرز كذا. زينو جيرز، ايوه، للاسف الحين اشتروا هذه اللعبه عشان تقنعوا سكوير اينكس يسوي لنا زينو جيرز مع هذه، عشان هذه صراحه القصه فنانه، الجرافيكس، الكواليتي اوف لايف، كل شيء مغيرين حالكم، كل شيء اسهل. عندك فاست ترافل، عندك تغيير اللغات، عندك تختار ياباني او تختار انجليزي على الفويس اكتنج. من كل سير، يعني ما في شيء ما خلوكم، حتى الضربه صارت اسهل. choosing هذا تختار بين الوحوش في الوسط الضرابة، عشان هذه ضرابة مثل تيلز، نفس الستايل. ما تيرن بيست هي طبعا، ما تيرن بيست هي، نفس الفاينل فانتسي ريميك هي ريال تايم، يعني تتحرك تروح تيجي يعني. ايوه، سالفة زينو جيرز يا اخي ذكرتني، يعني انا اريد الريميك كومبليتلي، اريد شيء جديد. يعني كيف صارت فاينل فانتسي؟ اقرب شيء بتحصله مثل هذا. أنا أتمنى يكون نفس ريميك فاينل فانتسي 7، لأن لا هذه لعبة قوية صراحة. هذه لعبة قوية، لكن اللي مسوينا تو في نينتندو زينو بليد تتوقع من وين جاي؟ ترى هي، لكن ما تعرف. أوكي، لكن زين، وش خبرنا سامي الحين؟ إيجابيات وش في هذا الريميك وش السلبيات؟ الإيجابيات بصراحة كل شيء إيجابي، يعني في الجرافيكس يعني جميل، جرافيكس فنان من بداية اللعبة للنهاية، وحوش ما مغير، انه بس حطوا بيكسل على 3D. يعني الديتيلز فنان، حتى كل اللي تتذكره في القديم موجود. يعني الشيست نفس المكان، الوحوش نفسهم، الدايلوج نفسهم، الاندينجز نفسهم، كل شيء، حتى هذا الاوبشنز، عشان هذه اللعبة مثل تيبل توب قديم، يعني انت عندك اكثر من تالنت، عندك سكيل انت تزيدهم مرات، عندك فارمينج، عندك كوكينج، عندك مايننج، عندك بلاك سميثينج، عندك هذا عشان تسوي كرافتنج. بعض منهم يسوي كرافتنج احسن من الثاني على الليفل اللي انت تسويه، اذا لو وصلت ليفل معين تقدر تسوي كرافتنج سورد، بعدين تسوي شيلد، بعدين تسوي ارمر، هذا ما نفس الشيء. يعني واجد ديتيلز في هذه اللعبة، ولهذه اللعبة من ايام بي اس 1، يعني هذا الديتيلز انتوا ما تعرفوا كيف. يعني نحن لما وصلنا في مرحلة 2000 وهذا كان
مصغرين هذا الاوبشنز حالنا، وانا كنت مستغرب. لكن هذه الالعاب القديمه تشوفهم انه يا اخي ليش كل هذا الديتيلز ونحن ما عندنا الحين مثل هذا، الا لما تلعب مثل ستار فيلد ولا تلعب ماس افكت. ماس افكت ما له هناك، لكن في اشياء تغيرها. لكن لما تشوف هذه اللعبه تشوف ديتيلز يعني ما تتوقعها من لعبة صارها فوق 20 سنة ما موجودة. وهذا الريميك يعني يدل ان هذه الالعاب بعدها الكواليتي مالها بعدها موجودة، يعني حتى بعد كل هذه السنين تشوف ان هذه اللعبة فنانة من قبل يعني. نعم. انت ما تستغرب تقول اوكي يعني كل هذه السنين وبعدنا يعني في العاب كذا تضربك، يعني تقول اوهو يعني شيء فظيع. هذه من واحد منهم. السلبيات انه هي يعني هي ما حل كل حد يعني. ايوه طبعا معروفه عنا يعني في اذا انت ما تحب جي ار بي جي صار يمكن صعب تدخل فيه، لكن صراحه القصه فنانه. وفي بعض الناس ما بيحصلوا نفس الاندينج، يعني في واجد اندينجز انا ما اعرف اذا هم مسوين اوفر هول على الاندينجز، عشان هذيك الايام كان في 86 اندينج. 86 اندينج. اوكي اول ذا بيست اللي انا ما اعرف متى واحد يقدر يسويهم. كل تشويس تسويه يغير شيء في النهايه. زين كم ساعه يحتاج عشان تخلص اللعبه؟ 40 ساعه. تحيد 40-45 ساعه من ايام انا ما تغيرت واجد. يمكن الحين اسرع عشان عندك فاست ترافل. ايام زمان ما كان عندك فاست ترافل. اذا تريد تروح من مكان لمكان لازم تطلع من القريه تروح تروح او جرايندينج. طبعا اللعبه فيها جرايند قديم يعني. اوكي زين السكور كم تعطوا اللعبه؟ هذه اللعبة أسطورية يعني من أيامنا نحن في البلاي ستيشن ونينتندو، هذا نينتندو 64 وهذا. هذه 9 out of 10 حالي من القصة من الكاركترز. أوكي بالنسبة لي environment. أي بالنسبة لي هذه اللعبة لازم تلعبها إذا أنت ما تعرف شيء عن ستار أوشن وتريد تعرف ليش نحن لما نلعب هذاك ستار اوشن الجديد اللي كان طالع ذا ديفاين. اي تعال ذا ديفاين فورس ما جربته. زين ذا ديفاين فورس الحين لازم العب بالاول جزء الاول عشان العب هذا ولا عادي؟ ما هذا كل هل هو نفس زلدة كل مره قصه؟ لا ما كل مره قصه، هما في نفس التايم لاين يعني كل مره قصه لي. اي كل مره الواحد يعني نفس التايم لاين بس كل القصه صغير. في واحد 200 سنه قدام، في واحد 200 سنه على وراء، في واحد ما اعرف ايش واجد اشياء. هذا ملخبط شوية القصة. لأن هذا شيء مهم. يعني لكن إذا تشوف هذه اللعبة وتلعبوها وبعدين تلعبوا The Divine Force هذا الجديد، أنتوا بتعرفوا ليش نحن دائما نقول ويش صار حتى رئيس في الوسط هناك ويش صار. هو سالفة بجت ترى، ما سالفة غير البجت. رئيس ما يعطوهم بجت. وصراحة إذا ما عطينهم بجت أنا ما أعرف إيش يقدر يسووا. لكن هذا شوفوا ما عطينهم بجت بس ما عطينهم شيء، قالوا سووا شيء مع القديم وحاولوا تسووا إحساس جديد يعني. سهلوا حال اللاعبين الجدد صراحه نجحوا هذا يعني. اوكي شباب اذا هذه كانت المراجعه للعبه ستار اوشن. فاي استفسار عندكم ممكن تكتبوا في الكومنت وممكن نرد عليكم اذا كان اي سؤال بخصوص اللعبة. يمكن شيء لعبه مثل شيء اي شيء ممكن يعني. وشكرا في النهايه على سبسكرايب. اشتروا اذا تريدوا زينو جيرز ريميك. اشتروا اشتروا مثل ما شكله صاحب يريد انه زينو جيرز يجي. ايوه فلا تنسوا لايك شير وشكرا.